السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم على قناتكم حكاوي تك. معكم علي نجار من القناة. النهاردة هنعمل أنبوكس الحاجة مميزة جدا، قليل قوي اللي هيعمل لها أنبوكس، أبل إيربادز برو الفيرجن الجديدة بتاع 2019، سلسلة جديدة نزلتها أبل غير الإيربادز العادية. الفئة الإيربادز برو دي مفروض إن فيها أوبشنز ومواصفات أعلى. في الفيديو النهاردة هنعمل ليها انبوكس بس يا جماعة، وهنعمل لكم في فيديو تاني مواصفاتها، وهنتكلم فيها عن المواصفات والاوبشنز اللي بتقدمها. ارجو انكم تكونوا مستمتعين معنا بالانبوكس. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما احنا شايفين العلبة هي تقريبا نفس العلبة بتاع الموديل السابق، مكتوب عليها نعتذر، مكتوب عليها هنا ايربادز برو. اوكي، هنا اللوجو بتاع ابل، اللوجو بتاع ابل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله، اللهم بارك لنا فيها يا رب واعطنا خيرها. زي ما احنا شايفين كده اول ما بنفتح هتلاقي المانوال في الاول كده، designed by Apple in California. زي ما احنا شايفين كده ايربادز برو، تمام. نطلعها كده، واو واو واو، هنشوفها دلوقتي. شوف باقي محتويات الكرتونة، هنا المقاسات بتاع الأذن اللي اتكلموا عنها في المؤتمر، ده كيبل لايتنج. واو، ده مش كيبل لايتنج، ده مش كيبل لايتنج يا جماعة، مش هتصدقوا الكيبل ده كيبل ايه. الكيبل ده يو اس بي تايب سي، كيبل يو اس بي تايب سي يا جماعة، ده هيدعم كده. انا ممكن اشتري فاست تشارجنج يا جماعة، بيدعم الشحن السريع. الكيبل لايتنج تايب سي، يو اس بي تايب سي يا جماعة، مش كيبل يو اس بي عادي. دي حاجة جميلة جدا، ثانك يو ابل، اول مره تعمل حاجه زي كده. دي بتتفتح كده، دي مقاسات الاذن، كل واحد في ابلكيشن، في الابلكيشن بتاعها جوه بيقول لك ازاي تعرف المقاس المناسب ليك. انت ممكن بغض النظر عن الابلكيشن تعرف، بس في النويز كانسليشن والترانسبيرنت مود لازم تعرف ايه المناسب ليك عشان تشتغل كويس الاوبشنات دي، تمام كده. نحافظ على الانخالية زي ما هي. اوكي، واو واو واو، تمام. شوف كده، بسم الله الرحمن الرحيم. حافظ عليها. المرة دي العلبة جاية بالعرض مش بالطول، ده الظهر بتاعها، في هنا هي بتلمع قوي كده. واو 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 واو، زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة، واو 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 واو. فيها كمان بلاستيك مقاس الديفولت، واو، تستحق تمنها فعلا، واو واو واو. في الزرار بتاع البيرنج هنا برضو ورا، واو، ما حاجة لا تصدق. في نهاية الفيديو ده برجو انكم تكونوا استمتعتوا معانا.
بالانبوكسنج ده، واوعدكم ان شاء الله بعد استخدام ليها من اسبوع لاسبوعين اتكلم عليها وعن الاوبشنز اللي فيها وعن طريقة السيتنج بتاعها. شكرا ليكم والسلامة. شكرا ليكم يا جماعة، بعتذر جدا. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.